فاركو يحقق فوزا كبيرا على الزمالك بثلاثيه نظيفه ويمنح طارق العشري الفوز الثاني على الثوره. النهارده فاركو عمل مباراه كبيره امام الزمالك وقدر يكسب بالثلاثه، والزمالك لسه عنده مشاكل تكتيكيه وفرديه محتاجه حلول سريعه. الزمالك مش لازم يرمي المنديل في المنافسه على الدوري، ومحتاج يلم نفسه بسرعه علشان اللي جاي اهم لينا كلنا. مواجهه مهمه امام شباب بوليسداد يوم الجمعه، الفوز فيها بيعيد للزمالك الهدوء مره اخرى.